الحسد من أضراره أنه يحمل صاحبه على إزالة تلك النعمة التي بيد المحسود بأي طريقة كانت، حتى ولو بالقتل. ما الذي دعا ذلك الأخ من ابني آدم أن يقتل أخاه؟ إنما هو الحسد. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ما من نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل.